بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب، يا مظلوم كربلاء. مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتولة دارها. رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها، قادوا عليا بالنجاد وخالفت سبل الرشاد وأغضبت جبارها. والطهر تدعو خلف أعدائها، والطهر تدعو يا قوم خلوا. والعب سود متنها فاستنصرت هتفا، فليتك تسمع استنصارها. دفن الرسول غابة وار النبوة، ثار المعادي يريد يتشفى بعدوة. نار الحقين وجهوا نار الجزل بالباب، ومن قبل كان الروح من جملة الحجاب. بيها الوصي وابناه والزهراء والكتاب، صاحوا يا حيدر قوم لا تنوخذ قوة. وقفت البضعة داخل الحجرة بالأخماء، تندش جرمتنا شعلت باب نبنا. مينا سبحتو يا الغرب دنها ذكرار، عجل تري هجمون ما بيهم مروى. قل لك ما جاوب الكرار بس تجري دموعا. دفع والباب من ورا الباب الوديعة، والعبد بالباب التشا وشلت جموعا. حسوا عصرها وغدت من خلفات الأوى. خرت وخر المحسن وصاحت يا فضة،
بالعجل دركيني ترى مقدر النهضة انكسرت ترى ضلوعي وجسمي المرض مضايا ما بقت لي من ضربتي المسمار قوة ذيني فضة وحيدر الكرار شوفي وخبريه عن حالي وعن ضيم طحت بي صاحت يا بنت المصطفى حيدر مشوا بي قلب على جمر الغضاء لجلش تطوى ومصيبة ياه وافلح من صلى على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المضطهدين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدتي نساء العالمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا سادتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء مررت بكربلاء فهاج وجدي مصارع فتية غر كرام حمات لا يضام لهم نزيل
وما لا يضام لهم نزيل ماجد برئوا من كل دام مررت بها لألثم من ثراها ريح المسك معضوض الختام ومت للحسين بها غريبا فلها الفيل الغريب المستضام تكاد النفس إن ذكرت يوما تفر من الحياة إلى الحمام أنا يا كربلاء يا كربلاء كم فيك بدر علاه الخسف من بعد التمام وكان غصن بك جب غضا يفدى بالنفوس من الكرام ويا لك عصبة لم ترى إلا يوم لآل الله في الشهر الحرام فلا ركبت فوارسكم خيولا ورأس الصبط فوق الرمح سامي ولا ركبت فوارسكم خيولا وصدر الصبط مرضوض الحضام ولا حجب ولا حجب حرائركم خيام ورحل الصبط منه بها الخيايا ريض يحاج الضعين خنن ود حسين ما هي مروا شيء عن أولان واري عمرو انشيل عن أولان واري يسمى انت الرب والسوايا في سافي علي نمشي بلواليه والينا نخليه بالضعن برا خبروها ونلقى صدلاوة بالله ايدي خبروني قصدكم ونبينا ما تريد جوابي لديه السوق الضعين والله رايح الكوف ولها تودون المدينة والله أدر حموها العليه لوها النساوي يا كربلاء واري جسد شيخ العشيرة
يا كرملا حفر لها يا الوالي حفيرة شيليه الجسم حسين عن حر الظهيرة ليباد جسم حسين بالغبرة رمية تجيت راض الغابرية وكادت تمهر يا مخدر أجفان ما عندي وكافر ومن وين يا مخدر حفالة تقبر حتى اواري جثته يا هاشمية ولكنما المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله من العلي العظيم قال العزيز في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل الفرج أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد ثانية يغفر الله لكم الثالثة على حب زهراء ارحمنا ابي محمد وال محمد وثبتنا على ولايتهم والبراءة من اعدائهم يا كريم ما هذه الليلة والليالي القادمة المتبقية لنا معكم سوف نتحدث ونتكلم في مجال الشيطان ومتعلقاته وهذه الليلة أيضا هي تصادف على ما قيل وفاة أبو طالب عليه السلام لذلك أيضا نشير إليه إن شاء الله في ضمن حديثنا الإنسان مخلوق لا يعيش وحده على هذا الكوكب أو في هذه الحياة هناك مخلوقات كثيرة مع الإنسان تعيش في هذه الدنيا تعيش على هذا الكوكب بعضها يرى وبعضها لا يرى بعضها معروف وبعضها لا زال في طي عدم المعرفة من ضمن المخلوقات الموجودة والتي تعيش مع الإنسان هذا المخلوق الذي يسمى بالشيطان أو يسمى بتسمية أخرى بإبليس المخلوق موجود ولا يمكن نكرانه لا تقول له ما موجود
من خلاف القرآن. طبعا نحن في حديثنا حول هذا لا من باب أننا نريد أنه من الجن أم أنه من الملائكة، هذا بحث ليس له مردود كثير. هناك أمور متعلقة بهذه القضية نحتاج إلى تسليط الضوء عليها حتى نكون على معرفة وعلى علم وعلى اطلاع وعلى دراية. نبدأ أولا بهذا الكلام أن إبليس أو الشيطان هل هو صديق للإنسان؟ هل هو صديق أم لا؟ لأن أكو بعض المخلوقات هي صديقة للإنسان والإنسان ينتفع منها بنسب معينة. هذا المخلوق الموجود معنا هل هو صديق لنا أم لا؟ الآيات الروايات الأحاديث قل لا، هذا المخلوق مو صديق إليك أيها الإنسان. بل تحذر منه. الآية المباركة تقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لكن تلاحظ أنه بعض البشر يتخذ الشيطان صديق. عاد الآن هاي الصداقة مع معرفة مع معلومية لولا ذاك شيء ثاني إلا أنه يتخذه صديق ويتعاطى وياه ويلبي رغباته ويسعى في مشاريعه ويدفع المال إلى مؤسساته على المعدل. الشريعة المقدسة تقول أن الشيطان عدو. زين العدو عادة شنو يحمل من صفات لعدوه؟ شنو يحمل من صفات لعدوه؟ هذا الشيء هذا المخلوق بالذات عدو الإنسان الأول والأخير يحمل كثير من الأشياء للإنسان. أولها أنه لا يحب الخير للإنسان البتة. شيطان ما يحب الخير للإنسان. مو الخير المادي، لا، الخير الإيماني، الخير التقوائي، الخير في مجال الورع، الخير في مجال الإخلاص، الخير في مجال العبادة لله سبحانه وتعالى. مو في الجنب المادية، لا، المادية ربما ها يسول إليه، يملي إليه، يوسوس إليه، فهو لا يحب الخير للإنسان. هذه واحدة. ثانية أنه يعمل ليلا نهارا لإفشال حياة الإنسان المرتبطة بالله. ليل نهار يشتغل ده ما ينام
ما عنده فترة إجازة ونوم وراحة، عنده شغل. كيف يغوي الإنسان، كيف يحطمه، كيف يفشل في الحياة. عايش نقول فبما أغويتني لأغوينهم، آية أخرى، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولأغوينهم. سبحان الله، اشغل إذا أنت غفلت، إذا أنت سهلت، إذا أنت صرت لا أبالي. هاي كلها أبواب من خلالها ينفذ الشيطان للإنسان. عرف عدوك. احنا ان شاء الله عندنا كلام، اللي جاية او اللي بعدها حول هاي معرفته، اساليبه، معرفة اتباعه، معرفة جنوده، معرفة اعوانه، حتى تحذر منه. ده هو يشتغل ليل ونهار. بعد من ضمن خصائص هذا العدو، بعد أنه لا يحب الخير إليك، يعمل ليل ونهار ضدك، أيضا يسعى إلى إفشالك أيها الإنسان، تحطيمك أيها الإنسان. زين، ليش هذا؟ هذا ليش؟ ده رب العالمين سبحانه وتعالى ليش أوجده؟ ليش أوجده؟ ليش ما خلى الدنيا خالية من وجود هذا المخلوق؟ حتى الإنسان لا يفشل، حتى الإنسان دائما ناجح، حتى الإنسان لا يغوي. ليش؟ الآية واضحة. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. نعرف الله يعرف، بس يجيب لك ووضح لك العلة، وضح لك العلة وجود هذا المخلوق، حتى امتحان رب العالمين يمتحن أولئك الذين لديهم تشكيك في الآخرة، تشكيك في البعث. لما يقول الآخرة شنو تأخرة، يعني شنو؟ يعني يقول بعدنا، خلينا. قال هذاك مسكين، مسكين ابن آدم، يقولون إن الله خالق جنة. يقولون رجال شايفه لحيته طويلة، ثوبه قصيرة، على عمامة، ويقولون لا حول ولا قوة. ما في شك، في شك. ترى كثير من الناس أشكال، كثير. وهذه مصيدة من مصائده، مصيده من مصائده، أن يكون الإنسان في شك من الآخرة، وإلا ما كان للإنسان، ما كان للشيطان سلطان على الإنسان إلا من أجلها، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. لكن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بقدرات هائلة أكثر مما زود الشيطان من قدرات.
لكن الفرق ما بين هذا وهذا أن هذا أي مخلوق إبليس الشيطان مستفيد من الإمكانيات اللي رب العالمين عاطنه إياه. الإنسان ما جاي مستفيد، ما جاي مستفيد من هذه القدرات والإمكانيات اللي الله سبحانه وتعالى قد أعطاها من آدم. الله سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان شنو؟ ضعيفا. مكر الشيطان، كيد الشيطان، وسوسة الشيطان، تحريضه، ترى مو من قوة، لا ضعيف. لكن على من ضعيف؟ ضعيف على من يمتلك الإرادة أن يخالفه. هذا ضعيف على من يمتلك الإرادة، هاي الإرادة اللي من خلالها الإنسان يحلق إلى عالم الفضاء الرحب وتتفجر كل إمكانياته وقدراته. ما يستطيع الشيطان أن ينال منه. آية أخرى: وما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتهم. دعيتهم استجابوا. رب العالمين هم يفصح عن فرعون ويا قومه، فاستخف قومه شنو؟ لكن لو تمردوا عليه وضرب واخذوا ودفعوا ضريبة التمرد عليه بكم قتيل، كم سووا لهم هالشكل؟ لكن أطاعوا وما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتهم فاستجابوا لي. يقول بعدين فلا تلوموني، مو جاي حاطين اللوم علي، لوموا شنو؟ أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم. الله أكبر، ترى القرآن واضح بين، يعطيك أشياء ها يرتب لك الطريق، عبد لك الطريق، ينظفها تنظيف كامل حتى يخلي هذه العقلية الجوهرة الكبيرة اللي عندك، الموهبة العظيمة، تاخذ مداها الطبيعي تستفيد منها استفادة عالية. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود، يقول يا ابن مسعود اتخذ الشيطان عدوا، فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. مو تتخذ صديق ورفيق واللي يفكر إليك يفكر عنك، لا لا تخليه يفكر عنك، واللي تخليه يعطيك نظريات بعيدة عن الله، بعيدة عن القيم، بعيدة عن المبادئ. لذلك عندنا هشام ابن الحكم يأتي إلى مولانا الكاظم سلام الله عليه في حديث طويل، يقول فقلت أي الأعداء أوجب مجاهدة، أي الأعداء أوجب مجاهدة؟ ويبدو أنه هناك أعداء كثيرين للإنسان،
نفسي وشيطاني ودنيا والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. لكن يقول هشام يا ابن رسول الله أي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ قال أقربهم إليك. وأعداهم إليك. ومن يحرض عليك أعدائك وهو إبليس. ترى هو اللي يحرض الأعداء على الإنسان المؤمن ويحرضه. حرضهم هو هذا الشيطان، هذا إبليس. قريب علينا وهو أعدى أعدائنا. هو وكلام جميل لمولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، يقول ثم أسكن سبحانه وتعالى آدم دارا أرغدها فيها معيشته. يعني هيئ عليك كل شيء من المعيشة. أرغد فيها معيشته بعد، وأمن محلته، جعل هذه الأرض آمنة مستقرة، ها ما بها خطورة زايدة بعد، وحذره إبليس. حذر إبليس. الله قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بعد وأيضا وحذره إبليس وعداوته، يقول فاغتره، أي أن إبليس اغتر الإنسان، يعني غره زين إليه وسوس إليه وتالي أخرج عن الطريق. زين نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار، يقول فباع اليقين بشكه. عليه السلام باع اليقين بشكه. يقول أنا أدلك على شجرة الخلد وملك لا لا يا بلا لا مصدق بعد. طبعا كلها ضمن حكمة إلهية. طبعا هذه ها هاي الديباجة وهذا الواقع اللي صار هذه كلها ضمن حكم إلهية سبحانه وتعالى. إذن هذا هو عدونا. عدونا يعيش معنا. عدونا في كل لحظة هو معنا. شلون نتعامل وياه؟ بأي كيفية؟ على أي محور؟ ترى أناس كثيرين سقطوا وتساقطوا كأنهم أوراق الخريف، مع أنهم كانوا يسمعون كلام الله ويسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تساقطوا. وهذا هي المخلوق ما يروح إلى ناس اللي هي مخلص من عدهم، اللي بالبال واللي بالسينما واللي كلا واللي هو بعيد عن الله وما يصلي، ها وما يدري عن الصيام. أكو بعض هالشكل هم ما يدري عن الصيام، فضلا عنهم ما يدري عن الصلاة، الصيام ما يدري عنه. زين هذا الشيطان ما يروح له، هذا ما يحتاج له، يروح ذاك إنسان المؤمن جود وياه، يريد يغوي، يريد يبعد عن الصراط المستقيم. لذلك طلعت ليك
أصوات ولا زالت تطلع لك الأصوات. هذه تقول أن والد علي بن أبي طالب مات كافرا. بلا شك كنت أقول أن من يشكك في إيمانه هذا يشك في إيمانه. أبو طالب عليه السلام هذا الرجل الذي كان العماد الأول لرسول الله، عماد رسول الله كان يعتمد عليه. وعندنا الشهادات الكثيرة التي صدرت من سلام الله عليه التي تنبئك تخبرك عن إيمانه القوي الذي لا يتزعزع ولا يتبدل حتى ولو كان على نفسه. من أشعاره يقول لرسول الله مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وآله: فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة. وابشر بذاك وقر منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وقر بذاك وابشر بذاك وقر منك عيونا. هذا كلام ما يصدر عن إنسان مو مؤمن بصاحب الرسالة، مو مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فاصدع بأمرك والله لن يصلوا إليك بجمعهم. والله يعني شنو هذا؟ يقول أيضا: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب. احنا شفنا محمد هذا صلى الله عليه وآله نبيا كما وجدتم أيضا موسى عليه السلام، وكما وجدنا موسى عليه السلام أيضا نبي. اجت كفرة، لكن هذا يدل على الحقد الدفين، هذا يدل على أن هناك شيء في النفس لا زال مستمر. ولا نسأل من اللي تكفل برسول الله؟ فلان وفلان تكفلوا. من الذي حمى رسول الله؟ زيد وعبيد. من الذي آثر أبناءه على رسول الله؟ من هو؟ يا أخي يعني الإنسان العاقل أو اللي عنده نصف عقل حينما يجي يقرأ عن تاريخ هذا الرجل هذا البطل يرى أن موقفه موقف عظيم. هذا الجندي المجهول في أول الإسلام، ابعد عن نفسك هذه الغشاوة وانظر إلى مآثر هذا الرجل، انظر إلى أقوال هذا الرجل، انظر إلى أفعال هذا الرجل، انظر إلى ما صنع وما فعل كي ترى أنه على الحق الحقيق وأنت على الباطل في ادعائك أنه ما كان مؤمنا. أجل منو الآمن؟ يجي يتمسك بالآية: إنك لا تهدي من أحببت إن الله يهدي يشاء، ويفسرها وأولها على حسب مزاجه. زين الشيل يخلي على كيفه ينظر.
لكن هذا أثبت التاريخ وسيثبت أيضا أن أبو طالب عليكم السلام هذا الرجل الكبير عبد مناف كان له دور كبير، لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما نالت مني قريشا شيئا حتى مات أبو طالب. متى جروا على رسول الله في حضرته سلام الله عليه، في وجوده ما كان أحد يجرأ على رسول الله، ولكن بعد أن أغمض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جفنيه زين اتجرأوا على الرسول. لذلك إجا الأمر الإلهي بأن يهاجر إلى طيبة. عندنا حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أن الله نزل على رسول أن جبرائيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أن الله سبحانه وتعالى حرم النار على صلب حماك وبطن حملك وثدي أرضعك وحجر كفلك. من كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من؟ هذا هو والأحاديث كثيرة جمع، لكن تريد إنسانا واعيا متعقلا عند إذن عند عين ينظر زين ويسمع زين وتعيها أذن، لكن هذا حقد دفين، هذا تشفي. وانظر ما صنع أولئك بأمير المؤمنين وبأولاد أمير المؤمنين، شو سووا؟ أعمالهم كلها تدل على أنه هناك حقد دفين، تدل على أن هناك ثارات. هذه أعمال ما يسويها الإنسان، ها يريد يشفع إنصافا، خصوصا ما جرى في كربلاء. الأعمال التي جرت في كربلاء أعمال تدل على التشفي. جماعة مو بس مسألة قتل، لا، وإنما يشفون. تشوف الداك اللي جت صورته في كل مكان ملت العالم، ما اكتفى بقتل هذا الإنسان، شق بطنه وصدره واستخرج قلبه وأخذ أيضا الوكب أسنان. هذا شنو تشفي؟ هذا عمل إنسان حاقد، هذا مريض، هذا يجب أن يجتاد لا يعيش بين الآدميين، لأن هذا يدمر، هذا ما يعمر. إنسان الذي ينطلق من منطلق التشفي والحقد هذا يدمر لا يعمر. وإلا طفلة صغيرة أطفال الحسين تعرفها، متعلق بها أنت أيضا، كانت متعلقة بأبيها الحسين في كل محطاته كانت معه، خروجها من المدينة مع أبيها الحسين والحسين على جواده هي بحضن قاعدة، أثناء ما يريد يصلي يجي يمه كل مكان، وإذا بها تفتقد أباها الحسين فتقدته رقية حبيبة الحسين. وصلت إلى الشام، تعرف نساء أطفال متعبون، كان سيرا حثيثا من قبل جلاوزة بني أمية
وضعه في تلك الخريبة، غفت عينها وعين النساء والأطفال، لكنها رأت أباها في المنام، قد أخذها وضعها في حجره، أخذ يلاعبها ويلاطفها. قليلا غاب ذاك الطيف عنها، جلست باكية منتحبة: عمة أريد والدي الحسين. على أثر هذا البكاء جلسوا النساء، جلسوا الأطفال، اجت زينب إلها تريد تأخذ بخاطرها تهدئها، لا استمرت في البكاء، استمرت في النياحة. جلس الأطفال والنساء على أثر ذلك، ارتفعت الضجة، وصلت إلى يزيد، سأل: وش صاير؟ اكو شي صاير ثاني؟ قالوا: بلى، طفلة للحسين جلست من نومها تريد أباها الحسين. شقال صاحبي الحقد والتشفي؟ شقال؟ قال: خذوا رأس أبيها إليها. شوف، لأن منطلق أعمالهم منطلق خبيث، منطلق شيطاني، منطلق كل حقد وتشفي: خذوا رأس أبيها إليها. لذلك فرت فرت تنادي وصوتها يبيد، اصم الصخر ويدوب الحديد، اريدا اريدا ابويا يا البيض ملحيه. كم دوب دوب يا عم المواعي، والتم من عليها يا المفاجد، وكل ما يسمع عن البجيزية لما بجاين صار روي. وصلت الضجة المجلس يزيد، نشدوا مش صاير حادث جديد، اسمع بواجي زلزل البيت، قالوها والخدامة والعبيد، طفلة حسين العود هتريد، قالهم بشاه بعد ما يفيد، رابوها راسه بلشة تضحيد. جابوه شافتهم من بعيد، صاحب هلا براسك يا العميد، يا هلا العزنا بليلة العيد، كيف قطعت بينا يا صنديد، والله عفتنا ويا ناس المشجاوي، شوقت عليه عليه ودارت الايد. عم زينب انا ما طلبت طعاما ولا شرابا، انا اريد والدي الحسين. قالت لها زينب: حبيبتي نور عيني، مقصودك في هذا الطيش، كان رأس المولى يا مغطى بمنديل، رفعت المنديل وإذا بها ترى رأس أبيها الحسين. على اي حالة التراب على شيبتي، اخذت الرأس الشريف وضعته في حجرها، تمسح التراب والدماء
وهي تقول لباها من قطع الرأس الشريف أباها من خضب الشيب العفيف أباها من أيتمني على صور سني صاحت يا والدي يا والدي والله والله عظيمة 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 أنا صير من زغري يتيمة يا ثار الأب يا ناس يا ناس يا ناس خيمة خيمة يفي على بنات وحريمة هاي والله يفي على بناتها هاي وحريمة طبلة المظلوم خرب فوق راسه تقبله صيح بويا ضيعتني وقبل كنت مدلل قرح جباني يا بويا وذوب احشايا اليتيم من تهل الدمع عيني يضربوني وانشتم جيت بحماكم عزيزه ولا اشف الدله وهضوم واصبحت بعدك يتيمه فوق ناقم هزله لو جرى دمعي بخديه من ينشئ بدمعتي مروع ما شاف لي والي سكن روحتي لا بقى عباس ليه ولا شباب من اخوتي روس فوق لسنة والأجساد بكربلة وانحنت وقعت شمة ودمح بغدا دروة وعن جبينا مسحة الدم شهقت وغابت روح ماتت وراسة بحجرها والحرم ضجت دموعها خرت سكينة على جنازة اختها مولى احمى الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات إلهنا نسألك وندعوك.